بسم الله الحمد لله ربنا اجعل دعاءك سلام ومحب الآن يا هادي. ويقولون متى هذا الوعد دائما هي الصلاة، هذه صلاة التكليم يوم يوم البعث. النبأ العظيم هما ما يعتبرون ليس لهم من هذا الاسم حقيقة. النبأ العظيم عندك أنت، أما احنا فماش نبأ، احنا نتعين نتعين. فترتنا في هذه الحياة فاتنا ما عادش ما يظلم، واللي يحسب وحده يظلم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ نعم نحن صادقون، وتحبوا نفتكر صادقون. نرى تفيسخ كيمتها، ما ينظرون إلا صيحة. شو ينظرون؟ هي ينتظرون، يعني شنو اللي حضروا المرض؟ مش باش يحطوهم جد من السماء، صيحة واحدة. وقلنا في علم الفيزياء صيحة من هذا النوع فتك يا كافر، أنا تردك مرشيش لا طرف يلامس طرف. شنو رايك حين تنزل الصيحة؟ عندك تاريخ الصيحات في أمثالك يا متكبر يا مزور على الحقيقة الربانية. إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يخصمون، يعني هم يقتصبون عند أنبيائهم السلام. يجي ضربة ضربة فيهم، ورب يخرج الأنبياء وأتباعهم الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم عليهم الرضوان، خرجوا من الورد كما سيدنا نوح. هي قلة رغم أن يكون المدة اللي كان فيهم، وسيدنا لوط كذلك. يجي الملائكة يوريهم الطريق الآمن حتى يشتكوا بعضهم. هاي هي المهمة، ولا يلتفت أحد إلى خلفه إلا امرأتك اللي كانت تخونك في أمرك، تنقل أخبارك التي أنت فيها في حوار مع الملائكة، وأنت من تحسن أخبارهم. يعني هي كانت تخون، ربي قال فيها شأني أو شأن زوجة سيدنا عليه السلام، فخانتهما، أي الخائن منك الريح. إن الله لا يهديك إلا الخائن. نعود إن شاء الله رب العالمين.